أهلنا الأولين الله يرحمهم كانوا إذا كسروا غصن شجرة الأثل بسهولة شبه يابس وذاق والهدب وجدوا فيه شبه ملوحة قالوا ترى مربعانية الشتاء ادخلت أي بداية البرد الفعلي كحال أيامنا هذا. والعرب يقولون إذا حاضت السدرة أو الطلحة أو اللبان أي أنها بدأت تفرز مادة يميل لونها إلى الحمرة أو الصفرة أو المائي قالوا ترى مربعانية القيض ادخلت أي بداية الحر الفعلي. ففي مربعانية الشتاء يتوقف الماء عن الجريان في غصون الأشجار فتقص من أجل الاستخدامات المنزلية أو البنائية، فالسلوك الزراعي والسلوك الحشري مرتبط بالمناخ، والمناخ هو أساس حياتنا المعاشية في كل جوانبها، فنحن لا نأكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نسكن ولا نتنقل إلا على مجرياته. جاري جار السوء بصبري وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل.